الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن مجلس الطلبة والحركة الطلابية في جامعة بير زيت. يا أبناء جامعة الشهداء، يا أيها الأمل الذي يرقبه هذا الوطن، أيها الشباب المقدام، جددوا العهد لأرواح الشهداء واحفظوا صورهم جيدا لكي لا ننسى ولا نبتعد. جددوا العهد لأسرانا في سجون الاحتلال. جددوا العهد لخليل العوادة ولكل إخوانه. إن الاحتلال وأعوانه بدوا عدوانه على قطاع غزة، وهي خطوة يسعى الاحتلال الغاشم من خلالها كسر صلابة غزة وعزتها. ولكن هيهات هيهات أن يخبو صوت المقاومة الحر. ثم إننا في مجلس الطلبة والحركات الطلابية نؤكد على ما يلي: أولا، ليعلم الاحتلال وأعوانه وأذنابه بأن المقاومة باقية ما بقي الاحتلال، ولن يهدأ لمقاومين ومجاهدين بال، ولن يتركوا السلاح حتى يقضوا شهداء أو يسجدوا في باحات المسجد الأقصى فاتحين محررين. وأن المقاومة وقادتها وأبناءها هم وقود لحريتنا وحرية فلسطين. يضحون بالغالي والنفيس من أموالهم وأعمارهم وأنفسهم في سبيل الله وفي طريق مقارعة الاحتلال، لأنهم عرفوا الدرب فلثموه. ثانيا، إن هذه الأرض الممهورة بدماء شهدائنا الأبطال في غزة العزة وفي القدس وفي نابلس وفي جنين الصمود وكل فلسطين من بحرها لنهرها هي أرض حرام حرام، هي أرض حرام على الاحتلال وأذنابه، ولا حق لمتخاذل أن يتفاوض عليها أو يتنازل عن ذرة تراب منها. ثالثا، إننا إذ نحمل الاحتلال مسؤولية هذه الدماء الزكية المسفوكة في أرضنا المحتلة وفي غزة الأبية، ولعل دماء الشهداء تكون دافعا لتصحيح البوصلة. رابعا، نتوجه بالتحية لعائلات الشهداء الأبطال وننحني إجلالا لعظيم تضحياتهم وصبرهم. فهؤلاء الذين نذروا حياتهم للتضحية في سبيل الله وحرية الوطن وصبروا ورابطوا هم أصحاب المقامات العليا، ودونهم كل وضيع فرط بذرة تراب من هذا الوطن. خامسا، إن دماء هؤلاء الأبطال هي بوصلتنا نحو الوحدة الحقيقية مع أصحاب البنادق الشريفة والخنادق النظيفة، وهي السد الذي يحول بيننا وبين من أراد لنفسه أن يكون في صف الاحتلال ويستجدي منه الامتيازات والفتات. وفي الختام، ولن نطيل الكلام، أبناء جامعتنا الأحرار، أبناء جامعة الشهداء، فلنتوجه للباصات لننصل رسالة للمحتل مفادها أن غزة ليست وحدها بيت إير بانتظاركم. فأروا المحتل من هم أبناؤك جامعة بير زيت. والسلام عليكم ورحمة الله. أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى، وعليك بلادي لأساوم، الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى، وعليك بلادي لأساوم، بيتي هنا أرضي هنا، بحر السهم النهر لنا، وكيف بوجه النار سالم سأقاوم. أبناء جامعتنا الأحرار، انتهى وقت الكلام وحانت الأفعال. هيا بنا الباصات أمام العلوم لنري المحتل
من هم أبناء بيرزات؟ لنعد مجد بيرزات. هيا بنا منذ اللحظة للبساط لمكتسبة بيتين. المقاومة واحنا مع المقاومة وبتتمنى نسل المقاومة لأخر واحد لأخر نصغر عند الفتح. وكيف بوجه النار.